الفقر والجوع والمرض، الثالوث الذي تحدث عنه اليمنيون في السنوات الغابرة كأحد مخرجات الإمامة القديمة، هو ذاته الثالوث الذي عاد حينما عاد الميراث الإمامي من جديد. ولو كان داء واحدا لاتقاه الشعب، ولكنه ثان وثالث ورابع. انتشار الموت المفاجئ بالأوبئة والأمراض الغريبة وبأسماء متعددة لم يسمع بها هذا الجيل الجديد من قبل. ومن لم يمت بالكوليرا مات بالالتهاب الرئوي الحاد والمفاجئ، أو بأمراض لها أسماء غريبة مثل مرض السارس. بحسب الطبيب جمال عبد المغني عن حقيقة انتشار مرض السارس في صنعاء والحديث عن وفيات بسبب مرض مجهول منتشر يسبب التهابا رئويا حاد، آخر ضحاياه الصحفي بشير السيد، يؤكد بأن هذا المرض ليس السارس وإنما انفلونزا يسببها نوع من الفيروسات ينتمي إلى عائلة الفيروس المسبب لمرض انفلونزا الطيور. تكمن أعراض هذا المرض في زكام يستمر لأكثر من أسبوعين، بالإضافة إلى التهاب حاد في اللوزتين مع حمى شديدة، ويتطور الوضع إلى ضيق في التنفس، إسهال وألم في الصدر، وتدهور الحالة إلى أن يفارق الحياة إذا لم يسعف نفسه إلى مستشفى فيه أطباء على قدر جيد من المهنية وليس مراكز صحية. تحذيرات من وباء انفلونزا الطيور عقب إعلان وزارة الصحة بصنعاء عن 20 حالة وفاة و 120 حالة إصابة، وهو رقم مفزع وكبير مقارنة بعدد وزمن الإصابة. تجتاح اليمن العديد من الأوبئة والأمراض القاتلة في ظل تكتم شديد من قبل السلطات النافذة، وسط ضعف في الإسناد الصحي لليمنيين من قبل المنظمات الإنسانية، وهو مؤشر يضاعف المأساة اليمنية على أكثر من صعيد. التدابير والجهود المفترضة بالسلطات والتحالف والمنظمات ذات العلاقة إلى هذه اللحظة ليست بمستوى مخاطر الحالة الصحية التي يعيشها اليمن، خصوصاً في مناطق سيطرة الانقلاب التي تنتشر فيها الأوبئة بشكل لافت وغير مسبوق.